الله يسعد اوقاتكم صبايا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اذا كنتم بتشوفوا فيديوهاتي لاول مرة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل فيديو جديد بنزل على القناة. واذا اعجبتكم الفيديوهات بتمنى ما تبخلوا علي باللايك فضلا وليس امرا. كيكة اليوم راح تكون تزيين او مقتطفات من تزيين كيكة كوكو ميلون اللي عملتها لعيد ميلاد ابني، ربنا يحفظه ويحميه ويحفظ لكم اولادكم يا رب. وحبيت اعمل معاكم المجسمات والاشكال اللي راح اخليها واحطها على الكيكة بالنهاية. ان شاء الله بوعدكم يكون في فيديو مفصل لطريقة عمل هاي الكيكة وغيرها من الكيكات، بس حبيت او خفت صراحة انه يكون الفيديو ممل لو انا سويت الفيديو من البداية كل تفاصيله، فحبيت انه يكون بس المجسمات والاشكال الموجودة هي بهذا الفيديو لحاله. وان شاء الله بفيديو تاني نعمل الكيكة كاملة من الألف إلى الياء. بالبداية أخذت كرم من عجينة السكر أو قطعة من عجينة السكر وعملتها على شكل كرة وضغطتها من الأعلى شوي حتى تعطيني شكل شبه بيضاوي حتى نعمل الدعسوقة أو الخنفسة. بعد هيك أخذت عجينة السكر واللون الأسمر وأخذت جزء منها. أتأكد يا صبايا أنه حجم الرأس، مثلا أنا أخذت عجينة السكر حتى أعمل رأس الخنفسة، فضروري اتاكد انه الشكل متناسب مع الجسم او الراس متناسب مع الجسم. لو كان الراس كبير شوي بقطع جزء او بصغر الراس وبرجع مره ثانيه اتاكد من انه الشكل متناسب. قبل ما اكمل باقي الخطوات، لانه كل خطوه او الشكل النهائي دائما بعتمد على انه كل خطوه تكون متقنه اول باول. بعد هيك اخذت عود الاسنان وثبته بالراس الخنفسة مع الجسم مثل ما شفته من شوي، واخذت هاي الاداة حتى اعمل مكان للاعين، وبنفس الوقت عملنا فاصل او خط في الجزء الاحمر او جسم الخنفسة حتى نعمل شكل الاجنحة. بعد هيك اخذت عجينة السكر باللون الاسود وبدأت اعمل دوائر صغيرة كتير او مثل النقط اللي بتكون موجودة في ظهر الخنفسة، وراح نثبتها على ظهر الخنفسة بمسحة بسيطة من الماء. راح اضغط على النقط السوداء حتى اتأكد انها ثابتة بجسم الخنفسة. الصبايا اللي بيشتكوا من انه عجينة السكر خصوصي في فصل الصيف بتلزق كتير في يا اما بالمكان اللي بتشتغل فيه او بالايد، حطي بايدك او المكان اللي بتشتغلي فيه نشا، كل ما تحسي انها بدها تلزق حطي كمية من النشا واستخدميها وامسحيها الكمية الزيادة منها قبل ما تحطيها على الكيك. النشا بيساعد على انه عجينة السكر تنشف شوي وكمان ما تلزق وضل الشكل مرتب. شايفين هنا حطيت بفرشاية، طبعا مخلياها مخصوص لشغل عجينة السكر، شوية مية خفيفة جدا يعني. حطيت النقط وبدأت أضغط عليهم على جسم الخنفسة حتى يثبتوا في مكانهم. بعد هيك أخذت القلم باللون الأسود، هو قلم غذائي يا صبايا موجود عند مستلزمات الحلويات، وزدت عدد النقاط السوداء الموجودة بجسم الخنفسة. عملت نقاط أصغر من حجم النقاط اللي عملتهم من عجينة السكر. مجسم الخنفسة من أسهل المجسمات اللي ممكن نعملها بكل سهولة وما بتاخد معانا وقت كتير. تمام يا صبايا، خلال ما أنا بشتغل راح أحكي معكم عن الكيكات المغلفة بالكريمة وكيف أتعامل لو بدي أحط مجسمات وأشكال من عجينة السكر عليها. الورود والأحرف والأشكال الخفيفة بينفع نحطها مباشرة على الكيك المغلف بالكريمة، بس الأفضل إن نخليها في مكان إنها تنشف شوي لو لساعة واحدة حتى تحافظ على شكلها لما ننقلها، وكمان تضلها ثابتة لأطول وقت ممكن، خاصة لو طولت الكيك أو حطيناها بالتبريد لفترة طويلة ما بتمتص رطوبة بسهولة. تمام. بالنسبة للمجسمات اللي تقيلة شوي واللي إلها وزن، إذا كانت فوق وجه الكيك ما فيها مشكلة، كمان بنحطها مباشرة مثلها مثل الأشكال
الخفيفة والورود والأحرف. إذا كنا بدنا نحطها في جنب الكيك فضروري جدا إن نحط عود أسنان حتى يثبتها داخل الكيك أو على جنب الكيك، وكمان ندوب يعني حتى نتأكد من إنها تثبت بطريقة صحيحة وما يصير فيها أي مشكلة، إنه ندوب كمية بسيطة من الشوكولاتة ونحطها على المجسم من عجينة السكر ونثبتها مباشرة على الكريم. بهاي الطريقة إن شاء الله ما بصير فيها أي إشي وبتضلها ثابتة مثل ما هي، حتى لو كانت الكيك مغلفة بعجينة عفوا بالكريمة. تمام، بهالوقت أنا أخذت جزء صغير كتير من العجينة البيضة وقسمتهم لقسمين متساويين تقريبا وحطيتهم في المكان اللي أنا حفرته بالأداة التزيين بعجينة السكر، وحطيتهم فيها حتى أعبي المكان ونعمل العين. وأخذت القلم الغذائي وعملت في منتصف كل دائرة أو في منتصف العين كمان نقطة سوداء حتى يكمل شكل العين. وبطرف سكين أو بطرف الأداة السكرية نعمل فتحة صغيرة في منتصف الوجه اللي هي بتمثل فم العنكبوت عفوا فم الخنفسة. بعد ما خلصت الخنفسة بدي أعمل حروف هابي بيرثداي، فأخدت قطاعات الحروف موجودة بمحلات المستلزمات، وأخدت إيش في عندي ألوان من عجينة السكر وشكلت في ألوان الحروف. بالبداية كنت فكرت إنه أعملهم بنفس اللون، بس بعدين بما إنها الكيكة لطفل صغير حبيت إنها تكون فيها أكتر من لون. بعد هيك أخدت عجينة سوداء وبرمتها ولفيتها بالطريقة الموجودة بالفيديو، حاولت إنه يكونوا متساويين. لو تلاحظوا إني بحطهم جنب بعض حتى أتأكد إنهم متساويات، وراح اعمل حفرة صغيرة في مكان في اعلى الرأس مثل الاذن او قرون الاستشعار للحشرات، وشوي صغيرة مي حطيت عجينة السكر عليها وثبتتها او قرون الاستشعار يعني وثبتناها. بهالوقت اخذت هاي الاداة من عجينة السكر وعملت الفم للخنفسة، ممكن بطرف سكين كمان نعملها بصغير، وحطيتها على ورق المحارم لأنه بمتص أي رطوبة بتكون موجودة في عجينة السكر، وبهي الطريقة ما بيلزق أبدا، بالعكس بتساعد على إنها تنشف أسرع. طبعا شايفين حروف الاسم وحروف الهابي بيرثداي، وكمان عملت رقم 4 وثبتته أو ثبتت فيه عود أسنان حتى نحطه على الكيك. بس انا بالاخر حتشوفوا الفيديو انه انا ما حطيته، استخدمت توبر بدل منه حسيته احلى. بهذا الوقت بحاول اني اعمل وجه شخصية كوكو ميلون او البطيخة، وبحاول بنفس الوقت انه تكون اطوال الاضلاع للمربع اللي عملته تكون متساوية والتقطيع يكون مرتب. عملت بالأول اللي هي تقريبا لونها بطيخي على زهر. كيف ممكن تحصلوا عليه من عجينة السكر؟ بناخد شوي من الأحمر وشوي من الأبيض. إذا بدنا إياه اللون أغمق بنستخدم الأحمر أكتر من اللون الأبيض، وإذا كنا بدنا اللون فاتح شوي فبنخلي اللون الأبيض هو الأكتر. راح أعمل كمان مربع يكون أكبر شوي بالحجم من المربع الزهر اللي احنا عملناه. بعمل هاي الحركة بايدي يا صبايا حتى اذا كان موجود اي علامة من اثر الفرد كلها بتروح لما نعمل هاي الحركة بالايد، نتأكد انه السطح املس تماما ما في اي اثار لمكان التقطيع لمكان الفرد. كل هذا بفرق بنظافة الشغل، ومش بس نظافة الشغل كمان الترتيب واناقة الشغل. حطيتها بتأكد انه
المربع البطيخي محطوط بالطريقة صح او الطريقة اللي انا بدي اياها فوق المربع الابيض قبل ما احط مسحة خفيفة من المي تحتها حتى تثبت المربعين مع بعض. صبايا التزيينات هاي ممكن نعملها على كيكة مغلفة بالكريمة، لكن انا الكيكة اللي استخدمتها او الكيكة اللي عملتها بهذا الفيديو كانت كيكة مغلفة بعجينة السكر وبالقناش وفوقه عجينة السكر، لكن بصير ما في مشكلة انك تعمليها على كيكة مغلفة بالكريمة. راح اعمل عيون البطيخة. اخذت قمح من اقمال الكريمة يكون حجمه مناسب وعملت او قطعت دائرتين. بعد هيك راح امسك الدائرتين شوي اضغطهم بين اصابعي حتى يصير شكلهم بيضاوي شوي، لانه شكل العين مش دائري تماما، بكون شوية بيضاوي. وكمان اخذت قطعة من عجينة السكر باللون الاحمر وعملت منها او قطعت منها دائرتين حتى اعمل شكل الخدود للبطيخة، وراح اتركهم على جنب. قبل ما ابدا اثبت اي حاجه في اي شكل او مجسم بعمله لازم اتاكد انه انا حاطه الشكل بالمكان الصحيح. شايفين هنا انا بتطلع وبشوف انه كيف الشكل الانسب لا مكان وضع العيون او الخدود او الفم او الانف. قبل ما احط المي واثبت الاشكال اتاكد من المكان المناسب. بس بعتذر منكم يا صبايا انه انا اول ما مسكت قلم الغذائي حتى ارسم الانف والفم خلص شحن الجوال وما تصورت هاي الجزئية. بس اللي عملته اني رسمت الانف والفم بالشكل النهائي راح تشوفوه، وراح احط لكم صور للكيك وهو مغلف بالقناج وللكيك بالصورة النهائية. بتمنى يكون فيديو اليوم اعجبكم واستفدتوا منه حتى لو كان باشي بسيط. حابة اشوف تفاعل حلو يا صبايا منكم، لانه تفاعلكم بيسعدني، وان شاء الله يكون الشكل النهائي للكيك اعجبكم. اللي وصل لهذا الجزء من الفيديو بتشكركم لمتابعتكم للفيديو، ودمتم في رعاية الله.